صلوا على النبي الاول. احنا عارفين المفروض نبدا الكود بتاعنا بالسي ال سي والكلير، تمام. استخدمنا هنا الفانكشن اللي اسمها الانبوت ديت عشان نستقبل الايكويشن بتاعتنا من اليوزر، وبعد كده انتر فانكشن المفروض دي هتظهر، والمسافه دي عشان الانبوت ما يبقاش لازق في الكلمه يعني، والاس دي عشان البرنامج يعرف ان احنا هندخله سيمبلز مش ارقام بس. استخدمنا الانلاين واستخدمنا الفانكشن اسمها فيكتورايز. دي ايه لازمتها؟ المفروض ان لازم اي عملية ضرب او قسمه ما تبقاش عملية عادية، لازم يبقى قبلها الدوت برودكت. فبدل ما احنا نقعد في كل عملية ضرب او قسمه نحط الدوت ديت، الفيكتورايز دي تلقائي هي بتحطها يعني. وبعد كده الـ variable اللي اسمه xi دوت هيخزن قيمة الـ xi اللي هيدخلها اليوزر، والـ h هيخزن قيمة الـ h اللي هيدخلها اليوزر. بالنسبة بقى لو عايزين نجيب الـ first order الـ integration، عندنا تلات طرق: الـ forward والـ backward والـ center. تعالوا نبتدي مثلا بـ الـ forward. دي كانت عبارة عن ايه؟ كانت عبارة عن الاف كابيتال، هنعوض في الفانكشن بتاعتنا بمين؟ بالاكس اي بلس الاتش، صح كده؟ ناقص هنعوض في الفانكشن بمين؟ بالاكس اي بس على الاتش. دي كده اول واحدة. طيب لو احنا عايزين نجيب الباكورد، دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن هنعوض في الفانكشن بتاعتنا بالاكس اي، وبعد كده هنعوض بمين؟ بالاكس اي ناقص الاتش. الكلام ده كله على الاتش، وبعد كده سنتر عبارة عن مين؟ عبارة عن هنعوض ب ال xi بلس ال h، ونطرح ال xi ماينس ال h. الكلام ده كله على، نحطها كده ما بين براكت احسن، 2 في ال h. ده بالنسبة لل first order. طيب لو احنا عايزين نجيب ال second order بطريقة السنتر، الكلام ده هيبقى عبارة عن ايه؟ هيبقى عبارة عن هنعوض ب ال xi زائد ال h، تمام، ناقص 2 في ال f، بس هنا هنعوض بال xi زائد ال f اللي عندنا، ونعوض بمين؟ بال xi ناقص ال h. الكلام ده كله مقسوم على ال h سكوير. تعالوا نجرب الكلام ده كده. دي المفروض المعادلة بتاعتنا ايه؟ نضغط كنترول انتر من الكيبورد، نكتب المعادلة بالشكل ده: exponential e اس x على ال x زائد 1 زائد ال x. نضغط انتر، ال x اي عندنا بواحد، المفروض h دي بدل y، المفروض h ال y ب 2 من 10 كده. جبنا الفورورد اهي، والباكورد، والسنترال اهي. طيب كده احنا جبنا الايه؟ نيوميريكال ديفرنشيشن. طيب احنا عايزين نجيب الاكزاكت، هنجيبه ازاي بقى؟ تعالوا كده نفهم حاجة الأول. المعادلة اللي عندنا ديت هي متخزنة ككاركتر، تمام؟
ما ينفعش ان احنا نعمل لها differentiation عشان نجيب الاكزاكت على طول، لازم الاول تبقى في صورة حاجة اسمها symbolic expression. تعالوا نفهم الكلام ده عبارة عن ايه. في function اسمها symx، تمام، مثلا على سبيل المثال للx. ايه اللي حصل هنا كده؟ هو عمل حاجة اسمها symbolic variable x برضه. ليه بقى؟ لو انا عندي المعادلة ديت كده اللي هي ايه؟ كوزين الاكس على سبيل المثال، دي كده المعادلة دي اتخزنت في صورة symbolic variable. ازاي؟ هي كيو صح؟ اهي بالمنظر ده، تمام؟ مش بقى ككاركتر كده. انا اقدر ان انا اعمل لها differentiation او integration، تمام؟ تعالوا نرجع تاني بقى عشان نحول الاف دي بقى ل symbolic expression. هنعمل ايه؟ مثلا هنخزن في variable اسمه اف 2. هنعمل حاجة بسيطة خالص دلوقتي، لو انت الماتلاب بتاعك 2020 او 2019 هتستخدم الفانكشن دي وتبعت للاف، بس كده. لو جينا شغلنا الكلام ده هنلاحظ بعد ما شغلنا الكود ده ايه اللي حصل. الاف 2 ديت بقت على شكل symbolic expression. بص الاف العادية اهي character صح؟ طيب بص الاف 2، لا حاجة مختلفة كده. اقدر اعمل عملية الانتجريشن. في حاجة بس، ان لو انت الماتلاب اللي عندك اصدار قديم وقال لك الفانكشن دي مش موجودة، خلاص استخدم الفانكشن دي على طول، تمام كده. بس انا عشان اللي عندي احدث فهستخدم الفانكشن دي. نيجي بقى بعد كده هنعمل variable اسمه مثلا ايه f دي، اللي هو ايه first derivative. ده عبارة عن مين؟ هنستخدم الفانكشن اللي اسمها def، دي اللي هي بتجيب الderivative يعني المين للf 2، تمام كده. طيب خلي بالك ده كده ايه، عملنا differentiation بس من غير تعويض لسه، ده من غير قيمه يعني. طيب لو احنا عايزين مثلا السكند ديريفاتيف دي اللي هي اف دبل داش، تمام، نستخدم الديف برضو. بص بقى انت عندك حل من الاثنين، يا تقول له الفيرست ديريفاتيف اللي احنا جبناه ما ده اف داش، لما تجيب له ديريفاتيف كمان مره يبقى ايه اف دبل داش، يا اما تعمل للاف 2 اللي هي المعادله بتاعتنا الاصليه بس تقول له كده 2، يعني انت عايز تجيب ايه الاف دبل داش، تمام. قلنا ده ايه كده، ده كده خلي بالك ده انت جبت ديريفاتيف من غير تعويض. طيب عايزين نعوض بقى هنعمل ايه؟ مثلا الفيرست ديريفاتيف الاكزاكت هنستخدم الفانكشن اسمها اس يو بي اس، هيبعت لها بارامتر ايه بقى؟ الاف دي اللي هو الفيرست ديريفاتيف، ونعوض فيه بمين؟ بالاكس ار، تمام كده. عايزين مثلا السكند ديريفاتيف الاكزاكت نعمل برضو تعويض لمين بقى؟ السكند ديريفاتيف الاس دي بمين؟ برضو بالاكس اي. طيب في حاجه مهمه بس عايزين نلاحظها، ان هنا ايه اللي ممكن يحصل لما تيجي تستخدم الكود دوت. لو مثلا في كوزاين 90 او حاجه هيتكتب لك كوزاين 90، مش هيتكتب لك رقم. من الاخر يعني كده ان هو ممكن يبقى في حاجات هيعوض بيها من غير ما يطلع لك رقم يعني نهائي. تعالوا نجرب الكلام ده وهنشوف بنفسنا. الفانكشن بتاعتنا اهي، تمام، والاكس اي قلنا بواحد من 10. بص ده اللي انا قصدي عليه. بص هو عمل ايه هنا كده، عوض على طول بس ما طلعلكش رقم. انت عايز بقى يطلع هنا رقم هتعمل ايه؟ تعمل حاجة بسيطة خالص، هتعمل دبل دي فانكشن لمين؟ للكلام ده هنا كده برضو دبل، الكلام ده، وتتك كنترول انتر، نكتب الايكويشن 1 1 10 بس. ده الفرق بقى،
الفرق ان هنا ايه، بدل ما كان تعويض لا طلع لك رقم على طول، تمام كده. طيب عايزين مثلا نجيب ال RBE، لو عايزين نجيب ال RBE لمين مثلا مع ال D1 forward مثلا، ده عبارة عن ايه ال absolute value لمين بقى؟ لي دوت الاكزاكت الفيرست ديريفاتيف الاكزاكت بتاعنا ناقص مين؟ احنا قلنا ايه دوت كده الديريفاتيف الاولاني بس الايه الفورورد، تمام. الكلام ده على ايه؟ على الفيرست ديريفاتيف الاكزاكت. وبعد كل دوت المفروض ان احنا في هنا بس براكت ناقص، بعد كل ده نضرب في 100. تعال نجرب الكلام ده، هو في حاجة هنا ناقصة، البراكت ده كده احنا زودناه غلط، المفروض كده تمام. نكتب الفانكشن بتاعتنا 1 و10 بس كده. طيب دلوقتي مثلا لو انت عايز تجيب ال RBE بالنسبة لأي حاجة تانية، ال D1 Central مثلا، كل اللي انت هتعمله طبعا بالنسبة لل First Order هتعمل ايه؟ هتشيل ال D1 ده وتحط الايه؟ ال D1 Central. عايز مثلا ال D1 Backward خلاص هتشيل ده وتحط ايه؟ ال D1 Backward. لين ده First Derivative بتقارنه بال First Derivative، تمام؟ عايز مثلا تقارن ال Second، لا يبقى انت مش ال First Derivative، لا انت هتقارن ما بين ال Second Derivative الاكزاكت، تمام. هو احنا هنا كتبناه غلط، الاكزاكت مع مين بقى؟ مع السكند اوردر اللي احنا جبناه، تمام كده. وطبعا تغير ايه القيمه اللي هنا للسكند ديريفاتيف الاكزاكت وبس كده. كده الحمد لله خلصنا الكود، ولو عندكم اسئله سيبوها لنا تحت في التعليقات.